بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم نهائي الكره الطائره، نهائي دوري الكره الطائره، الاهلي والزمالك. المباراه لا تقبل القسم على اثنين. من سيفوز بالمباراه النهارده باي نتيجه يحصد الدوري العام مباشره بدون الانتظار الى اي نتائج او مباريات اخرى. النادي الاهلي يدخل المباراه النهارده برصيد 32 دوري كاكثر الانديه المصريه حصد لقب الدوري العام. يأتي في المركز الثاني بعد منه نادي الزمالك ب 27 لقب. كلنا طبعا ثقة في الماسترز أو رجال الكرة الطائرة. بفكر حضراتكم أن الماسترز للكرة الطائرة هم أكثر الأندية عالميا لحصد البطولات سواء محليا أو عالميا. يمكن كابتن محمد مصال حميد والمدير الفني لاقى نادي الزمالك في 12 مباراة، فاز في 10 وخسر في 2، والمباراة التي خسر فيها لم تكن مؤثرة في أي من البطولات. النادي الاهلي النهارده داخل المباراه ونتمنى ان شاء الله تكون ليله بلون تيشيرت النادي الاهلي. في البدايه وقبل ما نتناول المباراه تحليليا وفنيا برحب بضيوفي اللي منورني في الاستوديو التحليلي، الكابتن ممدوح اسماعيل نجم نجوم منتخب مصر ونادي الاهلي السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن عيسى، منور قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. برحب بنجم نجوم منتخب مصر ونادي الاهلي السابق ايضا الكابتن احمد زكريا ومدير قطاع الناشئين الحالي. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا كابتن عيسى. ابتدي حواري مع الكابتن طبعا ممدوح. يتساءل البعض كيف يتقدم نادي الزمالك ويكون في بدايه مشوار الدوري او في ترتيب الدوري العام، وتكون مباراه النهارده هي مباراه الحسم، يمكن في مجموعه او قطاع كبير من الجماهير مش عارفين ازاي بيتم احتساب بطل الدوري وازاي النهارده مباراه الحسم هي اليوم. اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. تمني طبعا لعيبه النادي الاهلي ان هم يقدموا عرض يليق بمستوى فريق النادي الاهلي وانجازاتهم السابقه اللي هم معودين عليها. انا اتمنى النهارده ان شاء الله هتبقى البدايه ماتش غير اي الماتشات، لقاء القمه معودين ان هم كانوا بيتحسم قبل ميعاد نهائي البطوله اكتر من كذا سنه بنحسمه قبليها. النهارده الوضع مختلف. النادي الاهلي داخل المباراه، يمكن احنا خسرنا ماتش الجيش ولعبتنا بعض الجماهير ظلمتهم، لا بقول لهم ما تظلموهمش، لان رؤيه المدير الفني بيبقى محمل وعامل حسابه، هو وجهه نظره ان هو هيبقى التوب فورم بتاع الفريق في ماتش الزمالك، فبيبقى متفق مع مخطط الاحمال على ان هو بيمرن بحمل بدني بحيث ان هو ما بيخفش الحمل اللي قبل الماتش، فاحنا مش هنظلم اللعيبه، لان اللعيبه دي متعوده على الصعوبات. ان شاء الله يفرقوا كتير النهارده. الزمالك جاهز من بعد بطولة أفريقيا، مشى المحترف، رجعوا بلدهم، بدأ اللعيبة اللي عنده يديها الثقة، كسبوا جميع ماتشاتهم اللي هي كانت في الدور الثاني، فبالتالي هنا الكفتين متساويين. كان الاتحاد المصري عمل قانون جديد السنة دي إن النتيجة النهائية بعدد مرات الفوز، لا النهاردة خلاص الفوز هيبقى قد بعضه، اللي هيكسب الماتش هو اللي هياخد البطولة. فنتمنى تبقى الليله حمراء زي ما حضرتك تفضلت وقلت، فان شاء الله لاعبتنا يكونوا رجاله وكلهم قد المسؤوليه، وان شاء الله نفرح بيهم ونبارك لهم. اكيد كابتن احمد اجي لحضرتك. يمكن النادي يعني في يعني لازم الناس تبقى عارفه ان مباراه طلائع الجيش اللي فاتت اللي تم يعني ما كناش متوفقين فيها لم تؤثر على منافسنا لبطوله الدوري العام، والمباراه النهارده باي نتيجه ان شاء الله يفوز بها النادي الاهلي او اي من الفرقين يفوز بالبطوله مباشره، ولكن عناء سنه كامله، تعب سنه كامله، يمكن توقفات ولعب وكورونا، كان سنه شاقه جدا على لاعبي النادي الاهلي. وطبعا السنه دي سنه استثنائيه، الموسم طويل قوي، حصل كذا مره يعني لعيبه الاهلي والزمالك يصابوا بالكورونا، يمكن الاهلي جت فتره عليهم تقريبا معظم الجهاز واللعيبه، فدي بتاثر كتير، وبعدين حصل موجه ثانيه برضو للجهاز برضو وبعض اللعيبه، فيعني هي دي بتاثر كتير قوي ان اللعيب ان هو بوسط الموسم انه مثلا بياخد راحه 10 ايام او راحه بمرض، يعني مش راحه سلبيه او حاجه، لا ده واحد بيعاني من مرض، بيعاني من التنفس، بيعاني، فدي بتاثر كتير عن خاصه وسط الموسم، يعني وسط الموسم ما بينفعش ان هو بيبقى فيه فترات راحه كتيره يعني. فان شاء الله الاهلي يعني ان شاء الله يكون يعدي، وممكن ماتش الجيش ده يبقى زي ما احنا متعودين من النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي الجيل الحالي ده، ساعه الحسم هم لا هم موجودين، هم موجودين يعني، هو ده ودي الفترات الكبيره قوي ان هم اتعودوا على الماتشات المهمه، ماتشات القمه، متعودين ماتشات المنتخب. طب كابتن احمد هل يعني برضه نطمن الساده المشاهدين، هل
الفريق مكتمل بكل عناصره؟ هل في غيابات بالنسبه للنادي الاهلي؟ طبعا اكيد حضرتك قريب من معسكر. لا لا طبعا، بعدين هم بعد ماتش الجيش دخلوا في معسكر واللعيبه بقى بتتركز يعني. لكن طبعا ما بنديش مبرر ان هو الماتش مش مهم بتاع الماتش الجيش. لا طبعا يعني بنقول على ظروف مباراه، ولكن هو هي دي بس الفرقه كامله يا كابتن. الحمد لله الحمد لله ما فيش. وهي دي الرياضه، الرياضه لو انت ما يعني ما ديش حاجه يعني، خاصه الكره الطايره. الكره الطايره ما ينفعش ان انت فرقه ضعيفه تكسب فرقه قويه يعني في يعني في المباراه يعني. انا فاهم يعني، ما ينفعش مثلا الكوره ممكن الفروقات بتبقى واضحه، فروق واضحه اللي الكويس قوي هو اللي بيكسب الماتش. بس يا كابتن تاني بكرر السؤال، احنا الحمد لله عناصرنا كامله، لاعبين لا مفيش، لا مفيش اصابات الحمد لله. الحمد لله المعسكر اللي فات كان كل العناصر موجوده، موجودين كلهم موجودين، او خلصنا حتى مثلا ماتشات الشباب وبتاع، لو الكابتن ميدو هيستعين بحد من فرق الشباب يبقى برضو ان هم خلصوا موجودين لو كابتن ميدو احتاجهم يعني ان شاء الله. كابتن النهارده النادي الاهلي هيعتمد على ايه وعناصر القوه بالنسبه لنا في النادي الاهلي؟ وطبعا ميزه النادي الاهلي هو اول حاجه اللي احنا دايما بنركز عليها هو الارسال القوي جدا. احنا عندنا لعيبه على اعلى مستوى في الارسال، عندنا عبد الله، عندنا احمد صلاح، عندنا احمد سعيد، الاثنين محترفين ارسالهم قوي جدا برضو، عندنا عادل ارسال. فاحنا عندنا يعني الفرقه معظمها ال 14 لاعب هو يعني دي اهم ميزه عندنا. اي حاجه بينزل يلعب بينزل الارسال، هو الارسال، ودي حد على الارسال بيلعب وبيتقلق، ودي برضو بنستغل نقطه ضعف النادي الزمالك في موضوع الاستقبال، انهم عندهم برضو مش مميزين قوي زي النادي الاهلي. فدي اول حاجه. كابتن خلينا نروح في اطار طبعا تغطيتنا الحصريه، تغطيتنا المستمره، مش الحصريه نقولها المستمره والمميزه للمباراه. خلينا نروح لارض الملعب ومراسلنا فاروق صلاح وسلاح حامد من ارض الملعب عشان يقولنا الاجواء ويقولنا اخبار الفرقتين ايه، هل هم وصلوا ارض الملعب ولا لسه؟ اتفضل يا فاروق. طبعا في البدايه كل الشكر ليك يا كابتن هيثم، وكل الشكر لضيوفك الكرام كابتن احمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل، وايضا كل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا وبرحب بزميلتي العزيزه صلاح حامد. احنا موجودين النهارده في صاله حسين عثمان بنادي المقاولون العرب، طبعا المباراه الختاميه لموسم دوري كره الطائره لموسم 2021. طبعا لقاء مهم جدا بيجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. اعتقد يا صلاح كواليس كتير خاصه اللقاء، استعدادات النادي الاهلي معسكر لمده 48 ساعه، وعلى الجانب الاخر نادي الزمالك دخل معسكر مغلق لمده 48 ساعه. حطينا في الصوره اكتر. طبعا برحب بيك يا فاروق في البدايه، وطبعا برحب بكابتن هيثم وكل ضيوفه الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويا رب يعني ان شاء الله النهارده يا فاروق وشك يكون حلو بقى على النادي الاهلي، وان شاء الله يعني نفوز ونتوج بلقب بطوله الدوري. يمكن زي ما انت قلت يا فاروق فعلا يعني لاعبي النادي الاهلي ولاعبي نادي الزمالك دخلوا في معسكر مغلق لمده 48 ساعه قبل مباراه اليوم. خلينا اكلمك على استعدادات النادي الاهلي. يمكن يعني برده خليني برده اقول لكابتن هيثم انه كابتن ميدو كابتن محمد مصلحي طبعا المدير الفني للنادي الاهلي يمكن قرر ان هو يدخل لاعبي النادي الاهلي في معسكر مغلق لمده 48 ساعه عشان طبعا يحط لاعبي النادي الاهلي في اجواء المباراه، ويعني يكون في حاله من التركيز قبل مباراه اليوم. طبعا مباراه اليوم كلنا زي ما احنا عارفين هي مباراه القمه، مباراه حاسمه للقب بطوله الدوري. يمكن كمان عقد محاضره فنيه يا فاروق قبل مباراه اليوم كان بيتكلم فيها مع لاعبي النادي الاهلي عن نقاط الضعف والقوه اللي موجوده عند فريق نادي الزمالك، حذر لاعبي النادي الاهلي ويعني قال لهم ان هم طبعا يركزوا طوال 3 اشواط في مباراة اليوم. كمان خليني اكلمك على القايمة النهاردة، وطبعا اقول القايمة دي لكابتن هيثم ولكل مشاهدي قناة النادي الاهلي. يمكن كابتن ميدو اختار 14 لعيب في مباراة اليوم، وهم عبد الله عبد السلام، حسام يوسف، احمد صلاح، احمد قطب، احمد سعيد، واحمد عبد العال ريموند، ومحمود رؤوف، عبد الرحمن سعودي، كاريزمير، عبد الحليم عبو، محمد عادل، وليبرو النادي الاهلي محمد معوض ومحمد رمضان. كمان النهارده هيغيب عن مباراة اليوم يا فاروق 4 لعيبه من النادي الاهلي، طبعا عبد الله عبد اللطيف عثمان بسبب وفاة شقيقه فهيغيب عن مباراة اليوم، وكمان عبد الرحمن حسيني، حماد عبد ربه، ومروان الصافي. طبعا يعني هيكونوا بره القايمه لان القايمه بس بيكون فيها 14 لعيب زي ما احنا عارفين في الكره الطايره، فيكونوا في 3 لعيبه بره قايمه اليوم. كمان يا فاروق عايزك تكلمني بقى عن نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا مدي برده اهميه كبيره لمباراه اليوم، ودخل برده في معسكر مغلق زي ما انت قلت لمده 48 ساعه.
بالفعل زميلتي العزيزه ساله حمد، طبعا مباراه ذات اهميه كبيره جدا سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك. نفس الامور مر بها نادي الزمالك ودخل في معسكر مغلق لمده 48 ساعه. الكابتن محمد اللقاني المدير الفني طبعا اجتمع مع اللاعبين وحاول ان هو يعني يحفز اللاعبين وتجاوز طبعا ازمه خساره اللقب الافريقي بتونس مؤخرا، حاول ان هو يدي دوافع اكتر للاعبين باهميه هذا اللقاء. طبعا اعلن القائمه اللي بتضم 14 لاعب مكونه من محمد يوسف ورضا هيكل واحمد فتحي ورشاد نبيل مصطفى دبشه واشرف اللقاني ومحمد مجدي واحمد ضياء وهشام يسري محمد محسن ومحمد مهدي وسيف عابد ومحمد عبد المحسن. بينضم للقائمه محمد عبد المنعم، بيجيب طبعا محمد السيسي والمحترف الكندي هانت اللي كان انتهى تعاقده مع نادي الزمالك في 3 مايو. خليني اقول لك برضو يا كابتن هيثم في بعض الامور والارقام القياسيه الخاصه بهذا اللقاء. النادي الاهلي يا سالة طبعا بيدور على الدرع رقم 33، طبعا النادي الاهلي هو البطل في اخر 3 نسخ للبطوله، بيبحث عن البطوله الرابعه. الاهم الارقام يا كابتن هيثم ان في 4 مواجهات او اخر 4 مواجهات جمعت ما بين الفريقين. مواجهه الدور الاول اللي كانت في شهر مارس وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثه اشواط مقابل لا شيء، بينما مواجهه الدور نصف النهائي لكاس مصر الموسم الماضي كانت في شهر 9 وانتهت بفوز النادي الاهلي ايضا 3-0 والنادي الاهلي قدر يقتنص كاس البطوله. الفوز الوحيد في اخر 4 مواجهات لنادي الزمالك كان في شهر 8 وكانت المباراه بالنسبه للنادي الاهلي تحصيل حاصل بعد ما حسم درع الدوري وفاز نادي الزمالك بثلاثه اشواط مقابل شوط، بينما المواجهه الرابعه ايضا كانت لصالح النادي الاهلي في ختام البطوله العربيه وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثه اشواط مقابل لا شيء. اعتقد يا سلا هناك بعض الارقام ايضا الخاصه بالنادي الاهلي وخاصه بمواجهه نادي الزمالك تحطينا فيها في الصوره اكتر. بالفعل يا فاروق زي ما انت قلت، يمكن ليه النهارده مباراه اليوم يعني مباراه حاسمه او مباراه مهمه يعني للفرقتين، يمكن دي هتكون من اقوى المباريات طبعا زي ما كابتن هيثم عارف، من اقوى واهم المباريات للنادي الاهلي ونادي الزمالك طوال مشوارهم في بطوله الدوري، لان النادي الاهلي لعب 21 بطوله وكمان نادي الزمالك يمكن فاز نادي الاهلي في 19 مباراه ونادي الزمالك فاز في 20 مباراه. يمكن نادي الاهلي تلقى الخساره من فرقتين، يعني فرقه بتروجيت في الدور الاول وفرقه طلائع الجيش طبعا المباراه اللي قبل مباراه اليوم بنتيجه 3-2 في الدور الثاني. كمان نادي الزمالك بس خسر في مباراه واحده وهو من نادي الاهلي في الدور الاول. كده النادي الاهلي ونادي الزمالك يا فاروق يمكن متساويين في النقاط يعني برصيد 59 نقطه في جدول ترتيب طبعا ليه بطوله الدوري، فعشان كده مباراه اليوم النهارده هتكون يعني حاسمه ومهمه لكلا الفريقين، واللي هيكسبها ان شاء الله هو اللي هيتوج بلقب بطوله الدوري. يمكن يا فاروق عايزين نتكلم في نقطه مهمه جدا وهي طبعا بقى الاجراءات الاحترازيه واستعدادات الاصاله. يمكن في تحذير شديد جدا من مسؤولو يعني الاتحاد المصري لكره الطايره انه ما يكونش في طبعا جماهير وان المباراه يعني طبعا تبتدي او الاصاله تتجهز طبعا بكافه الاجراءات الاحترازيه. بالفعل خلينا يعني نقول هذا الامر يا كابتن هيثم ان في تجديد تام من قبل مسؤول الاتحاد المصري او اللجنه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره الطائره، تجديد تام على التواجد الجماهيري بمنع حضور الجمهور. تم السماح ل 35 فرد من ضمنهم مجلس الاداره سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك، طبعا تجديد تام على الاجراءات الاحترازيه. التعقيم شفنا تعقيم للصاله قبل وصول للفريقين، طبعا كان وصول فريق النادي الاهلي قبل نادي الزمالك يعني باكثر من 10 دقائق. خلينا اقول لك برضو ان في حاله يعني من التركيز الشديد على وجوه اللاعبين، اتمنى طبعا التركيز الشديد والفوز ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. طبعا لاعبي نادي الزمالك ايضا داخلين بطموح ان هم عايزين يحققوا البطوله الغائبه عن نادي الزمالك، يعني اخر التتويج كان لنادي الزمالك كان موسم 2014 2015، لكن طبعا نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. احنا موجودين معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل. فاروق يعني كنت عايز اعرف هل هم وصلوا ارض الملعب يعني خدوا وقت كفايه يعني وصلوا قبلها بساعه الفرقتين ولا جايين على التسخين على طول يا فاروق؟ لا يعني خدوا وقت كافي يا كابتن هيثم، كان وصولهم يعني قبل بنصف ساعه لسه يعني اللعيبه دخلت الغرف في الجهاز الفني للنادي الاهلي بيجتمع مع اللاعبين، بعض اللعيبه نزل لارض الملعب يشوف ارض الملعب وواقف يعني احاديث جانبيه ما بين بعض اللاعبين، في احاديث جانبيه ما بين افراد الجهاز الفني سواء في النادي الاهلي او في نادي الزمالك، لكن الكابتن ميدو مصلحي في غرف خلع الملابس مع اللاعبين، ايضا الكابتن محمد اللقاني ايضا موجود في الغرف خلع الملابس مع بعض اللاعبين، لكن بتبقى يعني على لحظات كده كابتن هيثم بتلاقي مجموعه من اللاعبين بتتفقد ارض الملعب بتشوف المتابعه هل هيبقى في تواجد جماهيري، اللي زي ما صرحنا ليه بعض يعني اللاعبين سالنا قلنا لهم ما فيش اي تواجد جماهيري، يعني حتى الامن رافض تماما حتى حضور اسر اللاعبين يا كابتن هيثم.
تمام فاروق صلاح وسلاح حامد، بشكركم شكرا جزيلا. يمكن غطيتوا لنا كل اللي احنا محتاجين نعرفه من ارقام ومن وضع الملعب. كل التوفيق ويبقى التوفيق للنادي الاهلي. يمكن كان اهم سؤال انا كنت عايز اعرفه، وصلوا بدري ولا لا؟ لان بناخد اجواء الملعب وطبعا بناخد اللي بيحصل في الملعب، بيبقى حاجه كويسه. بشكركم شكرا جزيلا. خليني اجي لضيوفي، يمكن يعني افادونا بالقائمه من الملعب ودي حاجه كويسه. خلينا نستعرض القائمه برضو مع الساده المشاهدين عشان لو ما حدش كان يعني حاضر معانا، نبتدي بقائمه رجال الاهلي. اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق الاهلي: عبد الله عبد السلام صانع الالعاب رقم 2، عبد الحليم عبو رقم 3 ضارب من مركز 3، احمد صلاح رقم 4 ضارب من مركز 2، عبد الرحمن سعودي رقم 5 ضارب من مركز 3، كازيمير جوزيف رقم 6 ضارب من مركز 3 وده محترف من بلغاريا، محمود رؤوف رقم 7 ضارب من مركز 4، محمد معوض الليبرو رقم 9، محمد عادل رقم 10 ضارب من مركز 3، احمد عبد العال رقم 11 ضارب من مركز 4، حسام يوسف صانع اللعب رقم 12، ريموند زيزيتو المحترف من اوكرانيا رقم 13 ضارب من مركز 4، احمد قد رقم 15 ضارب من مركز 2، محمد رمضان رقم 17 ليبرو، احمد سعيد رقم 18 ضارب من مركز 4. تمام يا كابتن، دي كانت قائمة ال 14 لاعب قائمة النادي الأهلي. خلينا نروح لكابتن أحمد زكريا وقائمة طائرة رجال نادي الزمالك. اتفضل يا كابتن. هو طبعا نادي الزمالك مقدم كشف ال 17 لاعب، لكن هو متوقع ان هو هيبقى في لعيبة هتتشال. في أحمد فتحي رقم 1 وصانع ألعاب، في أشرف اللقاني وده ابن الكابتن محمد اللقاني برضه صانع ألعاب رقم 3، في محمد علي المهدي، في محمد مع عبد السميع السيسي بس ده مش هيلعب يعني غالبا لانه ما فيش تشكيله بيبقى فيها ثلاث معدين. فهو اللي هيلعب احمد فتحي واشرف اللقاني، بيبقى التشكيل دايما بيبقى 14 لاعب بيبقى فيه اثنين معدين الا اذا عنده مثلا مشكله في الاصابه او حاجه زي كده متاكد. عندنا محمد علي المهدي، محمد علي المهدي رقم 4 وده حائط صد مركز 3 اللي بيبقى دايما واقف في وسط الملعب. في الكندي برضو انا اعتقد ان هو مش هيلعب برضو مش موجود في الفريق، تم انهاء التعاقد معاه. في هشام يسري رقم 7 ضارب مركز 2، في رشاد شبل رقم 9 ده برضو حارس صد مركز 3، محمد رضا عبد المجيد رقم 10 ليبرو الفريق، احمد يوسف عفيفي رقم 11 ضارب مركز 4، في محمد عبد المنعم كان لعيب نادي الزمالك والاهلي وهو بس حاليا مصاب فهو رقم مركز 4 هو موجود اسمه لكن غالبا هيكون مش عابد رقم 14 ضارب مركز 2 و4، احمد عبد العال درونكا رقم 15 ليبلو الفريق، محمد علي المحسن رقم 16 حائط صد مركز 3، رضا هيكل رقم 17 ضارب مركز 2، مصطفى ابراهيم دبشه رقم 19 ضارب مركز 4، احمد ضياء رقم 23 ضارب مركز 4، محمد مجدي احمد رقم 22 ضارب من مركز 3 حائط صد. تمام يا كابتن احمد، دي كانت قائمه فريق نادي الزمالك. خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم تغطيتنا المستمره لقاء القمه ونهائي الدوري في الكره الطائره رجال الاهلي والزمالك، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين تغطياتنا المستمره لنهائي دوري الممتاز لكره الطائره رجال 2021 ما بين الاهلي والزمالك، وكنا بنشوف من لحظات احماء الفريقين من ارض الملعب. بفكر حضراتكم ودي لقطات حيه من ارض الملعب ايضا استكمالا لتغطياتنا المستمره. وفكر حضراتكم اللي مش قادر يشوف المباراه على شاشتنا على شاشه قناه النادي الاهلي، المباراه مذاعه لايف على صفحتنا على الفيسبوك وايضا على قناتنا على اليوتيوب. وبفكر حضراتكم كمان مباراه النهارده مباراه الحسم، اللي هيكسب ان شاء الله هيفوز بدرع الدوري ونتمناها ليلا ان شاء الله بلون تيشيرت النادي الاهلي، وكلنا ثقه في الماسترز. وفكركم كمان بنتيجه الدور الاول، النادي الاهلي قدر
انه يفوز، وكان بالمناسبه تحت نفس الضغط فاز 3-0 في مباراه كانت قاسيه جدا من الناحيه الفنيه، وكانت فيها تفوق يعني ملحوظ للفريق كره الطائره، وكلنا ثقه فيهم باذن الله. خلينا استعرض مع حضراتكم ومع ضيوفي في الاستوديو الجهاز الفني طبعا لفريق الكره الطائره بالنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن احمد. وجهاز النادي الاهلي الكابتن محمد مصلحي الشهير بميدو المدير الفني، كابتن تامر تايجر مدرب عام، كابتن محمود جمعه المدرب، كابتن خالد ابو زينه المدير الاداري، كابتن ايمن علي اداري، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق، دكتور سامح ظلام علاج طبيعي، دكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، كابتن احمد سعيد محلل التقني، عبد الرحمن مكي مدلك، واحمد رشاد مهمات. تمام يا كابتن. طب كابتن ممدوح استعرض مع حضرتك قائمه الجهاز الفني لطائره رجال نادي الزمالك. اتفضل. الجهاز الفني لطائره رجال الزمالك كابتن محمد اللقاني مدير فني، كابتن هشام قد مدرب عام، كابتن وليد ابو العلا مساعد مدرب، كابتن احمد شعلان مدير اداري، الدكتور احمد سعودي طبيب، الدكتور هشام وهبه علاج طبيعي وتاهيل اصابات، كابتن شريف السداد مخطط احمال، كابتن هاني سمير محلل تقني واحصائي، كابتن حاتم انديل اخصائي تدليك، كابتن سعيد ابو العلا مهمات. تمام. طب كابتن خلينا نتكلم على ترتيب الدوري الممتاز قبل اللقاء بالظبط، لان كان في مباريات امبارح اتلعبت. احنا هنقول النتائج ايه كانت، بس هنستعرض الاول الترتيب النهائي للجدول وهنشوف الموقف ايه قبل لقاء اليوم. اتفضل يا كابتن. احنا زي ما قلنا اللي بيبقى الترتيب الاول حاجه هو عدد مرات الفوز، وبعد كده بيجي تاني حاجه نسبه الاشواط ولا النقاط، تاني حاجه النقاط، وبعد كده بعدين تاني قسمه عدد الاشواط اللي كسبها على الاشواط اللي خسرها، بتدي نسبه مئويه، هو بيبقى الاعلاهم بيبقى هو، وبعد كده لو حصل برضو ده ما بتحصلش كتير بيبقى نقط داخل المباراه يعني. طبعا. فهنيجي في المركز الاول الزمالك لعب 21 مباراه، فاز في 20 وخسر مباراه ل 60 شوط وعليه 11. يجي النادي الاهلي لعب 21 مباراه، فاز في 19 خسر مباراتين ل 61 شوط وعليه 8. فعشان كده النهارده يعني متعدين في النقاط 9، يعني الاهلي والزمالك 59 نقطه يا كابتن، يعني النقاط 59 للفريقين. فعشان كده لازم لازم نتيجه المباراه هي الحاسمه، يعني لو الزمالك كسب هيبقى ان شاء الله ما يحصلش يعني النادي الاهلي يفوز ان شاء الله يفوز. الاهلي هيبقى عدد قسمه الاشواط هو هتبقى من نقاط اكتر منها. طب يا كابتن دلوقتي طلع الجيش حسم المركز الثالث، ان هو فاز امبارح على سموحه فعنده طلع الجيش في المركز الثالث ب 17 فوز وعليه 5 عليه 55 شوط وعليه 31 النقاط 47 47 نقطة 47 نقطة. سموحة نيجي سموحة المركز الرابع، فاز في 15 خسر في 7 ليه 50 شوط عليه 30 شوط ب 46 نقطة. الاتحاد السكندري في المركز الخامس، فاز في 15 مباراة خسر في 7 ليه 51 شوط عليه 36 للنقاط 42. يجو بتروجيت مركز سادس، فاز 12 مباراة خسر في 10 ليه 44 شوط وعليه 36 عدد نقاط 38. يجي طيران في المركز السابع، كسب 8 مباريات وعليه 14 مباراة خسر، الأشواط 35-52 24 نقطة. سبورتينج فاز 8 مباريات وخسر 14 ل 36 شوط وعليه 53 22 نقطة. هليوبلس في المركز التاسع ليه كسب 5 مباريات عليه 17. هليوبلس العاشر. هليوبلس التاسع. التاسع؟ صح. ليه 29 شوط وعليه 57 18 نقطة. نيجي الترسانة في المركز العاشر، الترسانة يمكن الجدول كان ما تعدلش بس الترسانة اللي في العاشر دلوقتي اللي كسب امبارح، فليه 5 مباريات وعليه خسر 18 مباراة، 26 ليه 26 شوط وعليه 59
اعتقد ان هو هيبقى اكتر من كده من اكتر من القناه ان هو محطوط 13 نقطه. يعني انا شايف ان الترسانه جه مكان القناه بعد امبارح اعلنت ان هي نيجي القناه في المركز ال 11 فاز 5 مباريات وعليه 17 ليه 23 شوط وعليه 57 ليه 14 نقطه. بيجي في المركز ال 12 الداخليه فاز في 3 مباريات وخسر 19 ليه 21 شوط وعليه 60 و11 نقطه. يعني تمام يا كابتن. طب بعد اذن حضراتكم هاتولي بس الجدول الاولاني في النتائج عشان نوضح للساده المشاهدين تاني حاجه مهمه قبل اللقاء. معلش يا جماعه الجدول الاولاني مش ده اللي هو كان. ايوه ده. بصوا يا جماعه احنا عشان ناخد مباراه اليوم الاهلي والزمالك. الزمالك طبعا في لعب 21 مباراه زي النادي الاهلي. النادي الزمالك فاز في 20 والاهلي فاز في 19. نادي الزمالك خسر مباراه واحده من النادي الاهلي في الدور الاول 3-0. النادي الاهلي خسر مباراتين من بتروجيت في الدور الاول ومباراه ثانيه في طلائع الجيش المباراه الجوله السابقه على طول. نادي الزمالك ليه 60 شوط، النادي الاهلي 61 عليه الزمالك 11 احنا الاهلي 8 تعادل في النقاط. طيب خلينا اوضح لكم ازاي احنا متعادلين في النقاط. متعادلين في النقاط لانه اللي بيكسب 3-1 اللي بيكسب 3-0 بياخد 3 نقاط. مظبوط يا كابتن؟ و3-1 برضه و3-1 ياخد 3 نقاط. اللي بيكسب 3-2 بياخد نقطتين والخسران ياخد نقطه. صح؟ بقول كده مظبوط. تمام. يعني الخسران بياخد نقطه من الكسبان. فاذا وده قانون الاتحاد الدولي مش الاتحاد المصري اللي حاطه. اذا احنا متعادلين في النقاط عشان زي ما حضراتكم شايفين احنا لينا اشواط اكتر وعلينا اشواط اقل. فبديهي ان احنا جمعنا نقاط اكتر. فالنقاط 59 بس ده اعتبره الاتحاد الدولي مش هو المعيار الحقيقي والعادل لتحديد البطل. هو قال لك بعدد مرات الفوز. طيب احنا 19 فوز، نادي الزمالك 20 فوز. الله. طب ما احنا لو كسبنا النهارده نتعادل معاه. نتعادل معاه بس هنبص للنقط تاني. لو تعادلنا النهارده لو ان شاء الله باذنك يا رب وكلنا ثقه ونتقابل بعد الماتش ان شاء الله هنفوز نبقى متعادلين في عدد الاشواط. طيب في النقاط حتى لو كسبنا 3-2 هيبقى احنا نقطتين 61 والزمالك نقطه يبقى 60. طيب يعني لا يعني ان شاء الله يعني خلينا نحسب حساباتنا على الوضع ده. اذا باي نتيجه هنفوز هنكسب ومبارياتنا كانت اللي فاتت اللي خسرناها ما كانتش مؤثره بالقدر الكافي. حتى لو كنا كسبنا طلائع الجيش كان لازم نفوز على نادي الزمالك النهارده. يعني في كلا الاحوال المنافسه شرسه. ويمكن اللي صعبها اكتر علينا كان ان نادي الزمالك فاز بمبارياته الاخرى المباريات الاخرى. انا بس حبيت اوضح لحضراتكم الحته دي عشان الناس تبقى فاهمه ومستوعبه معانا ايه. وده دورنا كاستوديو تحليلي ان احنا نبين للساده المشاهدين ان احنا مش زي كره القدم. في الكره الطائره احنا مش زي كره القدم. طب خليني برضو اديكم معيار تاني لقوه فريقنا والحمد لله ثقتنا فيه دي جايه منين. ما احنا انت بتقول انت بتثق في فرقتك. طب ايه دليلك؟ انا اقول لكم دليلنا ايه. اولا مش هقول على الارقام، هتكلم على مثلا المواجهات المباشره. معلش يا كابتن هنتكلم على المواجهات المباشره اللي كانت مع نادي الزمالك في اخر فتره واللي قالها فاروق صلاح في اخر يعني اخر في اللقاء اللي كان من الملعب. وهنقول لحضراتكم اخر 5 مواجهات بيننا وبين نادي الزمالك كان النتيجه ايه. اتفضل يا كابتن ممدوح. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الدور الاول فوز الزمالك ذهابا بنتيجه 3-1. الدور الثاني فوز الزمالك ايابا بنتيجه 3-1 ده الموسم السابق. وخلينا نوضح ان الخساره دي كان الاهلي حسم الدوري. الاهلي كان واخد البطوله وكان وراها ماتش الكاس كان اهلي زمالك وكسبنا برضه. وكان في ماتش الكاس فبالتالي كابتن محمد مسلحي كان بيريح لاعيبته عشان ماتش الكاس وفعلا جينا في ماتش الكاس كسبنا 3-0 وحصلنا على البطوله. تمام. يعني ثاني يا كابتن اوضح الدور السنه اللي فاتت دور اول فوزنا وده كان ادانا الاولويه وخلاص وبعد كده النتائج خدمتنا فالدور الثاني بقى تحصيل حاصل خسرنا كانت خساره غير مؤثره. اتفضل يا كابتن. نيجي في نهائي البطوله العربيه النادي الاهلي كسب 3-0. نيجي في الدور بتاع الكاس الاهلي كسب 3-0. ده اللي كان كاس نهائي الكاس اللي كان ورا ماتش الدور الثاني في الدوري. والفوز الاول وخبال حضرتك في الدور الاولاني احنا كسبنا 3-0 بعد السنه دي لان كان خسرنا ماتش بتروجيت وكان 3-2 وده برضه زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان النادي الاهلي خد بونت وبتروجيت خد بونتين. نفس الحكايه في ماتش الجيش بتروجيت خدت من النادي الاهلي في الدور الاولاني بونتين والجيش خد مننا في الدور الثاني بونتين. فعشان كده زي ما حضرتك تفضلت وقلت
ان كده تساوينا في عدد النقط. فاللي هيكسب النهارده ان شاء الله ياخد البطوله، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي. وخلينا برضو نذكر يا كابتن بعد اذن حضرتك، طبعا كان الدور الاول كان نفس الوضع، كان النادي الاهلي زي ما قال كابتن ممدوح وتفضل وشرح واستفاد ان احنا كنا خسرين من البتروجيت، فلو كنا خسرنا من الزمالك المباراه الثانيه كان حسم الدوري تماما نادي الزمالك، لان هيبقى فرق ماتشين. دي لقطات حيه من ارض الملعب في الورم اب او التسخين، وطبعا واضح التركيز على الفرقتين. طيب النادي الاهلي اتحط في نفس الضغط، والحمد لله كانوا الرجاله عند الميعاد وفزنا 3-0 ورجعنا الدوري ثاني للمنافسه، ومباراه الدور الاول دي مخلينا حتى الان الحمد لله نقدر بشكل كبير نحسم بطوله الدوري. وبرضه البطوله العربيه السنه اللي فاتت، البطوله العربيه كان احنا كان الاهلي متعثر جدا في البطوله العربيه، حتى الدور قبل النهائي احنا كسبنا 3-2 كان من فريق البحرين والزمالك، كان كل ماتشاته كانت 3-0 وكل الناس داخله خلاص لا الزمالك هيكسب والاهلي كان يعني ماتش النهائي كان 3-0 يعني هو يعني ثقتنا دي جايه مش من فرق. من نتائج ثقه واداء الماتشات الفاينل اللي لازم فيها حسم الاهلي ان شاء الله بيحسمها يعني ان شاء الله. طب كابتن يعني معلش يا كابتن احمد استاذن حضرتك برضو عشان مش كل اللي بيتفرجونا بيتفرجوا علينا جمهور اهلي وزمالك، اكيد في جمهور للكره الطائره عايز يعرف نتائج الجوله الاخيره اللي كانت امبارح. يعني النهارده كل الفرق لعبت 22 ماتش، وفاضل الجوله الاخيره اللي كانت هي الفرق الاخرى لعبت خلاص 22 ماتش اللي هم كل المباريات، عايزين نعرف نتائجهم ايه عشان من حق الفرق دي برضو ان احنا نحط الضوء عليهم. اتفضل يا كابتن احمد. وطبعا يعني كل المواجهات كانت يعني معظم الفرق المتقدمه هي اللي كسبت، يعني كان اول مباراه الطيران وهليوبيس، فوز الطيران 3-2 وده كانت يعني دي ترتيب حسب ترتيب بس هليوبيس خد شوطين كان قرب. طبعا الفرقتين ممتازين، كان في القناه وسبورتنج، فوز في سبورتنج 3-2 واعتقد لو كان القناه كسب كان هو ممكن يبقى مركز العاشر. وبعدين اتحاد اسكندريه وبتروجيت، فوز الاتحاد 3-0. الداخليه والترسانه، فوز الترسانه 3-2. طلع جيش وسموحه، فوز طلع جيش 3-2 برضه. فكلها كانت كلها متوقعه، كلها وكلها كانت تحسين يعني تحسين المراكز. طب كابتن في وجهه نظر حضرتك السنه دي مين هو الحصان الاسود في الدوري المصري لكره الطايره؟ انا اعتقد اللي هو الاتحاد اسكندريه. يعني هو كان متاخر يعني كان يمكن بقاله سنتين هو بس داخل دور الثمانيه فهو الاتحاد اللي هو يعني نشوف كده. كابتن ممدوح لي راي ثاني غير حضرتك. كابتن ممدوح بتسال. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن اللي انا شفته كان امبارح ماتش الجيش وسموحه، وكنت متواجد امبارح في الملعب بجانب الدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد، وكان الماتش سخن جدا لان كان تحديد المركز الثالث على الميداليه البرونزيه، واحنا بنبارك لطلائع الجيش وبنبارك برضه لفريق سموحه عمل ماتش كويس طول عمرهم جوه المربع في منافسه شريفه. ما جاوبتش على السؤال اللي انا هقول لك عليه ان الاتحاد المصري تملي بيقدم جديد زي الاتحاد الدولي. صحيح. لما لقى اول ما مسكت اللجنه المؤقته دكتور سامح حمدي طبعا المنافسه في 24 فرقه الماتشات كتير والمسابقه محتاجه ميته للاسف فهو فكر وعمل من السنه الجايه هيبقى الدوري 12 فريق. يمكن المجموعه دي الماتشات كانت ليها اهميه ان اللي بيلعب على من الثامن لحد ال 12 ال 11 وال 12 هينزلوا يلعبوا في المجموعه الثانيه، فبالتالي كانت الماتشات مهمه جدا وكانت حماسيه. طب مين اللي هيطلع؟ خلاص كده ال من شريط دخان طلعوا شريط دخان ومصر البترول تقريبا. بس انا معترض على الفكره النظام دي. معترض. انا كنت اعتقد ان هي كانت افضل هيبقى دوره رباعيه من ال 11 وال 12 وال 13 وال 14. يبقى ان هو عشان كده هيبقى في ممكن ظلم. معلش ممكن السنه الجايه يعملوا كده. لا ان هذا لا يعني قصدي ان انا مثلا في ال 11 وال 12 لعبوا ماتشات كويسه جدا مع الاهلي والزمالك والبتاع، وال 13 وال 14 لعبوا ماتشات اقل اضعف. كنت تحطهم قدام بعض في مواجهه فلازم كان يلعبوا ضد يعني كان بيبقى في دوره مجمعه عشان يحدد برضو ال 11 وال 12 اللي يكملوا مع ده. دي وجهه نظري دي. لا مش بس معلش يا كابتن برضو كابتن ممدوح بس كده انت بتضيع مين الحصان الاسود يا كابتن ممدوح؟ الاجابه انا بعتبر فرقه الجيش السنه دي عامله طفره كبيره جدا، لان هو كابتن ابراهيم خد ولاد صغيرين عمرهم صغيره والمستقبل معهمش محترفين والمستقبل هيكون ليهم.
بيلعب طريقة سيستم عالمية، يمكن مسرع اللعب، بيضرب من ستة. كل كسب فرق كبيرة يعني. اغلبية الاولاد اللي معاه، اغلبية اللي لعبوا في منتخب 23 سنة في كأس العالم اللي نظمته مصر من سنتين. فأتوقع ليهم مع الوقت هيقدموا مستوى متطور ومتقدم. فكان ماتش سخن. طب ممكن اقول رايي يا كابتن؟ يعني حضرتك كابتن قال الاتحاد السكندري وحضرتك قلت طلع الجيش، انا اضم صوتي لصوت كابتن ممدوح. ليه؟ لان الحقيقه هم عملوا حاجه في طلع الجيش بصراحه، اعتمدوا على الصغيرين وحققوا نتيجه، ودي تبقى صعبه. دي حقيقه. يعني الحصان الاسود ان انت كويس حلو، نادي الاتحاد نادي كبير طبعا وعظيم وحاجه يعني على راسنا من فوق، ونتمنى لهم اكيد السنين الجايه يبقوا احسن. بس طلع الجيش عمل المعادله الصعبه. دي حقيقه. صغيرين مفيش اجانب وعمل نتيجه، ده رايي انا يعني. لا طبعا، انا بس انا شايف ان هم يعني برضو لعيبه مغمورين طبعًا، فعشان كده يعني هل هيدول هيبقى مستقبل مثلا منتخب مصر او حاجه زي كده؟ لو هم فعلا هم دول مستقبل مصر، منتخب مصر هيبقى اكيد هم. خلي بالك يا كابتن، دي برضو لقطات اعزائي المشاهدين من ارض الملعب حصريه لقناه النادي الاهلي طبعا، الاحماء. وزي ما حضراتكم شايفين المباراه جاهزه، مفيش حضور كتير. لو خدتوا بالكم في المدرجات هتلاقي بس لجنه الحكام هي في الملعب، وهتلاقي المسؤولين واتبعتوا على فكره اللجنه المؤقته يعني برئاسه الدكتور سامح حمدي، الحقيقه اللي عمل شغل كبير جدا، ونوجه له التحيه هنا من استوديو الابطال، ان الراجل ولجنته اداروا الاتحاد في وقت صعب في غياب طبعا الاتحاد السابق، وعمل لائحه وعمل امرين في غايه الاهميه وفي منتهى الجمال. نقل المباراتين بتوع الاهلي والزمالك في ملعب محايد، نقلوا في مقاولين العرب. والحاجه الثانيه قال لك اي حد هيحضر مباراه النهارده هيبقى بالكشف، ولازم قبليه فتره عشان الاجراءات الاحترازيه. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره. مباراه القمه نهائي الدوري الممتاز لكره الطائرة الرجال موسم 2021 الاهلي والزمالك، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين تغطيتنا المستمره لنهائي الكره الطائره نهائي الدوري الممتاز 2021 لكره الطائره الرجال. بفكركم المباراه ستقام في تمام الساعه 6 على صاله المقاولون العرب. المباراه طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات حيه من اكتر من زاويه للاحماء لكلا الفريقين. بفكر حضراتكم اللي مش قادر يشوفنا على شاشتنا على قناه النادي الاهلي، يقدر يتابعنا على قناه على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب شانل. خلينا نروح لكابتن ممدوح، دايما بيمتعنا من على البورد كده بيشرح لنا يعني حاجات فنيه لكره الطائره، وخلينا اقول ان مش كل اللي بيتفرج علينا بيبقى يعني ممارس للكره الطائره، فبنبسط لكم المعلومه على قد ما نقدر. فبعد اذنك كابتن وضح لنا المراكز، وقفه اللاعبين، الليبرو، كل الكلام ده. اتفضل يا كابتن. يمكن النادي الاهلي التشكيل الامثل بالنسبه له بيلعب بيه السته الاساسي. هنا عبد الله عبد السلام يمكن مفتاح مكسب النهارده الارسال، زي ما اتفضل كابتن احمد زكريا وقال قوه الارسال زي ما حصل في الماتش الاولاني، اديتك ان انت تعلى على فرقه الزمالك وتهزها، فبالتالي سيطرت على المباراه من البدايه، ضغطت عليهم بالسر. هو المفتاح النهارده، بعد ما النهارده نادي الزمالك لعب البطوله الافريقيه وما قدرش في الفاينل يقف قدام ارسالات الفريق الترجي التونسي، يمكن ده كان مفتاح مكسب الترجي. ده نفس الحكايه، مفتاح مكسبنا النهارده هو كوره الارسال. يمكن كابتن محمد مصلحي بيبدا بعبد الله عبد السلام، احسن مرسل على مستوى من ناس المصنفين عالميا، وخد ترتيب في كاس العالم اللي هو اخر مصر اشتركت فيه. بيبدا قدامه لاعب احمد سعيد الفتى الطائر والارسال الاقوى في النادي الاهلي النهارده. بعد النهارده احمد سعيد ما تالق وثبت نفسه خلال السنين اللي فاتت، والورقه الرابحه للنادي الاهلي مع احمد صلاح، فبدا بعديه على طول. يمكن عبد الله بيبدا في مركز واحد، احمد سعيد بيبدا في مركز اثنين، المحترف كرازيمير جورجيف بالظبط بيبدا في مركز ثلاثة، احمد صلاح نجمنا الاسطوره اللي هو بيعمل فرق كبير في النادي الاهلي وخبره كبيره بيرجح كفه النادي الاهلي، فمحمد معوض ليبرو بينزل مكان مين؟ نجمنا محمد عادل سنتر بلوك عشان الدفاع والاستقبال وخبر حياتك، ومعانا ريموند سيزيتو لاعب مركز اربعه المحترف الثاني بتاع النادي الاهلي. طب يا كابتن كلمنا عن الروتيشن بتاع اللاعبين. هو النهارده او بي بي يعني اللفه بتاعت اللاعبين عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا حاضرين معنا. يمكن في حاله الارسال بيحصل ان احمد صلاح بيرجع مكانه في مركز اثنين، لان هو اللاعب الاشول هيبقى ناحيته العدله بتاعت على شماله، وبيروح احمد سعيد في مركز اربعه، بيبدا عبد الله بيلعب الارسال على فريق نادي الزمالك.
بعد كده بيحصل حائط صد. لو اترفع الكره في مركز اربعه في نادي الزمالك بيبقى احمد صلاح والمحترف كازمير بيطلع دبل بلوك، وبالتالي بيقف وقفه الدفاع للنادي الاهلي. احمد سعيد هنا ماسك الطرف، جنبه محمد معوض الليبرو، جنبه المحترف مركز سته، وعبد الله بيخش يمسك الخط. وهنا بقى بيجي دور المدير الفني في تحديد خطه الدفاع للنادي الاهلي. هل اللاعب بتاع نادي الزمالك بيشوط خط ولا زاويه؟ لو هو شاط زاويه بيقول لحائط الصد امسك الزاويه وخش جوه كده، والخط بيبقى عبد الله. وهنا يجي دور المحلل التقني بيحلل كل لاعب في نادي الزمالك، بيعرف اللاعب ده ايه. فهنا بالتالي يعني قصدي حضرتك اللي بيشوط على اللاين او بيشوط في قلب الملعب، خلاص هو بيحدد في المحاضره اللي اتعملت بقى لها فتره، وبينزل المدير الفني بيحفز الفريق بعد ما بيحلل الفريق اللي قدامه، فبيحفظهم في حاله ما البلوك بيمسك زاويه. يبقى النهارده عبد الله بيمسك الخط وموقف ثلاثه في الزاويه، وبيرجع الراجل بتاع سته هنا للكور التاتش. طب في حاله ما بيجي يمسك خط، وخبر حياتك عبد الله هنا بينزل ياخد عشان ياخد البليس اللي ورا حائط الصد. طيب حصل الهجوم من نجم نادي الزمالك رضا هيكل، والورقه رابحه بالنسبه لنادي الزمالك. لو قدرنا نوقفه النهارده رضا هيكل وقفته فين يا كابتن؟ هنا على الشمال، لانه اوبزيت زي لاعب نفس الحكايه زي احمد صلاح، بس هو اللاعب الايمن في نادي الزمالك لان ما عندهمش اشول، ومعاهم هشام يسري نجم الجيل بتاع 23 سنه بتاع كاس العالم. فهنا نادي الزمالك بيحظى ان هو عنده لاعبين كويسين جدا بيستفيد بيهم في مركز اثنين. طب هل ما فيش لاعب ايسر في نادي الزمالك؟ دي نقطه ضعف ولا قوه كده؟ لا انا بالنسبه لي هي نقطه ضعف، بس هو رضا هيكل خبرته كبيره بيلعب بيها، لو قدرنا بنوقفه بيبدا يتهز، بيبدا يشوط في الاوتسايد. فهنا مفتاح المكسب بالنسبه لنا ارسال قوي، وتبدا تمسك مفاتيح نادي الزمالك. نفس الحكايه البلاي ميكر نادي الزمالك عندهم احمد فتحي مش طويل، احنا عندنا ميزه ان عبد الله عبد السلام طويل، وحسام يوسف اطول اثنين في مصر بلاي ميكر وفي افريقيا، فبالتالي ميزه حائط الصد عندنا مش شايلين همها، لان هو ده مفتاح المكسب. ارسال مع بلوك مع استغلال نقطه الضعف عند نادي الزمالك اللي هو البلاي ميكر المعد، فانا بوقف. تمام، ودي لقطات يا كابتن حيه من ارض الملعب برضو من كذا زاويه لاحماء الفريقين، وخلاص دخلنا في الجد يعني بتهيألي 10 دقائق تسخين، طالما بدات اللعيبه تنط ويعني تضرب كده يبقى خلاص 10 دقائق وبعدين ارسال وخلاص بعدين خلاص بنبتدي بعد كده دخلنا في الجد ان شاء الله. معلش يا كابتن انا اسف قطعت حضرتك، اتفضل. هي في نقطه مهمه النهارده، يمكن انا قلت لمحمد عادل الزياره الاخرانيه قلت له يا محمد كلم عبد الله قول له كابتن ممدوح بيقول لك لازم تعد الكوره من الجامب باص، وفي نفس الوقت تقدر تهاجم بتاني كوره على طول عشان السنتر بلوك يطلع معاك، فبالتالي هيقدر لما يجي يرفع على الاطراف يبقى سنجل بلوك. ودي ميزه عبد الله بيستخدمها كويس قوي هو وحسام يوسف، ان هو مع الجامب باص بيقدر يهاجم بتاني كوره او يحطها بليس او يشوطها او يرفع جامب باص، فبالتالي السنتر بلوك بيطلع معاه. يمكن كابتن احمد زكريا كان استاذ طبعا كان استاذنا في سنتر بلوك، وكان بياخد بلوكات كتيره جدا بالذات في الماتشات المهمه، وهو اللي يدينا الفكره. طب كابتن لا لا ده انا هروح السنتر بلوك، بس انا عايز بقى نشوف عادل قال لعبد الله ولا لا، هنشوف النهارده هنعرف الماتش يا كابتن وهنعرف هو قال ولا لا. كابتن احمد يعني بالنسبه للبلوك، وحضرتك كنت راجل يعني بلوكر يعني من احسن البلوكات اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، حضرتك شايف النهارده ايه اللي المفروض نعمله وايه مفاتيح لعب نادي الزمالك اللي احنا نقدر بيها بالبلوك نوقفه؟ ما هو طبعا احنا لازم اللاعب بيتعلم ازاي بيقرا البلوك، يعني هو احنا اهم حاجه عندنا هو الريدنج بلوك، بمعنى يعني يقرا ايه ازاي؟ يعني بيقرا المعد هناك وبيبقى حسب يعني الكوره فين من الملعب، لو كوره يعني على الشبكه مظبوطه واستقبال مظبوط انا لازم اطلع بالمان بتاعي، تمام. لو كوره مثلا بعيد متر شويه انا بستنى، لاعب سريع بطلع معاه ان عندي وعندي وقت ان هو يعني تايمن لكن الكوره لو كوره مظبوطه والمعد بتاعي وجامب باص، ولازم انا بقول للمعد للحائط الصد لازم يطلع معاه. يعني افهم من حضرتك ان في معركه ما بين المعد وحائط الصد، المعد الفرقه الثانيه بيموه حائط الصد، وحائط الصد بيقرا المعد هيعمل لو كره بعيد بقى على خط التلت، خلاص دي بقى خلاص دي بتبقى سهله جدا لحائط الصد ان هو بيقدر يتحرك يمين او شمال، يعني يبقى يعمل دبل بلوك، وساعات بيبقى
يعني ثلاثه بلوك يعني. طب السنجل بلوك مطلوب منه ايه والدبل بلوك مطلوب منه ايه يا كابتن؟ سنجل بلوك طبعا لو كره يعني خلاص بقى السنجل بلوك دايما بيبقى المعد بكره تبقى مظبوطه عنده الشبكه فبيقدر يعملها فدي بقى صعبه. فنقول ان الضارب دايما الضارب يبقى الكره بتبقى جايه سهل قوي فبيبقى زاويه تمام. فبنقول للحصاد امسك الزاويه امسك الزاويه طالما الكره جايه سهل اه الكره جايه شايف الملعب بيبقى شايف الملعب بيقدر لكن الكره بتبقى جايه سريعه قوي فما بيبقى صعب ان هو يستناها ويضربها على الخط اللي بيبقى لاعب مميز قوي يعني فدي برده بتبقى يعني القرايه برده تبقى لا يعني فيها برده بتبقى ضمن خلاص لو في سنجل بلوك يبقى الصد ده ما بيطلعش فبيعمل هو التغطيه للبليس بينزل بنبتدي نعمل اربعه دفاع تمام لكن لو في دبل بلوك يبقى في ثلاثه دفاع بس ان هو بيبقى مثلا الثالث اللي على الشبكه يا اما بياخد بليس يا اما يعني فبيبقى مش مشترك قوي في الدفاع لكن لو سنجل بلوك بنحاول نقوي الدفاع واللعيبه بتدخل جوه الملعب تبتدي تضيق مساحات الملعب عشان الضرب بيبقى قوي وقوي في نص الملعب انه خلاص ان الكره جايه سريعه جايه سريعه من المعد والملعب قدام الضارب بيبقى فلازم المسافات دايما المسافات بتخش كده. طب حضرتك شايف يا كابتن عندنا النهارده مين بتعول عليه اكتر في حائط الصد وشايف النهارده ان هو محوري في حائط صدنا؟ لا احنا عندنا الحمد لله الست اللاعبين الموجودين في الملعب وبره يعني ممتازين طبعا عندنا عبد الله عندنا احمد صلاح احمد سعيد الاثنين حائط الصد لو عادل والمحترف كازمير البلغاري وبرضه يعني لا هم السته يعني. طب الناحيه الثانيه يا كابتن في نادي الزمالك هل انت شايف البلوك في نادي الزمالك بقوه حائط صدنا بكل امانه؟ لو لا يعني هو يعني هم عندهم اطراف قصيرين طبعا يعني اطراف زمالك كابتن ممدوح لكن هو عندهم حائط صد كويس فاحنا يعني لازم نبوظ الاستقبال بتاع نادي الزمالك عشان يبقى فيش ضرب سريع لانه عندهم برضه ضاربين سريعين كويس عندهم رشاد شبل لاعب النادي الجيش السابق ونادي الزمالك ولاعب منتخب مصر برضه لاعب بيلعب سريع كويس قوي عندهم محمد عبد المحسن برضه لاعب كويس لو نزل فاحنا دي ميزتنا ان احنا بالارسال بتاعنا بنقدر طب ارسال نادي الزمالك لا ما عندهمش يعني هو رضا بس هو الارسال القوي بتاعهم الباقي بيبقى ارسال فلوتر وكمان دي يا كابتن خلاص يعني بتهيألي الفريقين وقفوا على اللاين بتهيألي دي التحيه اللي بتبقى قبل المباراه يا كابتن بيبقى نادي الزمالك على الخط والنادي الاهلي يعني قصاده على الخط خلاص دي بتهيالي كده يعني هيقروا الفتحه قبل فنادي الزمالك نادي الزمالك ما عندوش اللي يمكن الارسال قوي او هو هيبقى رضا هيكل والباقي بيلعب ارسال فلوتر موجه او في محمد المهدي برضو ارساله قوي لو بينزل يعني لاعب مركز انما احنا الحمد لله كارسال او استقبال حضرتك شايفه بلوك احنا افضل كتير افضل كتير ولازم نحن نعتمد على الارسال ان هو مفتاح الفوز ان شاء الله يعني وخلاص خلينا توقعاتك سريعا في كلمه واحده كابتن نتيجه ان شاء الله يعني بالكثير قوي يبقى الاهلي 3-1 ان شاء الله كابتن ممدوح في المباراه 3-0 ان شاء الله ان شاء الله اعزائي المشاهدين لحظات وتنطلق المباراه مباراه القمه والحاسمه المباراه التي لا تقسم او لا تقبل القسم على اثنين الاهلي والزمالك نهائي الدوري الممتاز للكره الطائره 2021 من صاله المقاولين العرب الى معلقنا الكابتن محمد عفيفي نشوفكم ان شاء الله باذن الله وكل التوفيق للنادي الاهلي بعد المباراه